ها قد انتهينا من هذا الإلهاء. من هذا؟ أو هل تعني أنك لا تعلم؟ لديكما قطار جميل. الآنسة مكبين حدثتني عنه للتو. اسمي ناد. كيف حالك؟ لن أؤخركما. إذا أردتما معلومات عن أفضل طرق المواصلات في العالم تجدانني على هذا العنوان. لنعد إلى بحثنا عن قطعة كسف عدن. يجب أن ننتزع السيطرة على لندن من يد ستارك. من هم أهدافي؟ لم يحن وقت هذا بعد. لم أتي إلى لندن لأبحث عن التحف. تعلم الرقص أولاً وعندها تصبح الراقص. أوه، إذن أنت ستسيرين على خطى أبي. على أحدهم أن يفعل. إيفي، البحث عن أثر الأسلاف سيساعدنا على معرفة نوايا فرسان المعبد. جايكوب، لدي معلومات ستفيدك عن شركاء ستارك. تفضل.
سأطلب البلومان على الغداء. فراي، سررت برؤيتك. القطار لنا الآن، لعلنا سنكون مرتاحين الآن. ليلة مثيرة أخرى لإيفي فراي في المنزل. إنني في طريقي للخروج، عثرت على كسف عدن. ما تأثير هذه القطعة؟ شفاء المرضى؟ صد الرصاص؟ أم التحكم في الناس؟ إنها آثار خطيرة جيكوب، خاصة إذا وقعت في يدي الفرسان. تتكلمين بالضبط كأبي. ليتني مثله. لوسي ثورن تنتظر شحنة الليلة، إنها خبيرة بشؤون ستارك الغامضة. أنا متأكدة أنها تنتظر استقبال قطعة كسف عدن. هذا يبدو ممتعا. أتمانعين أن انضممت؟ عدني أن تلتزم بالمهمة. أنا أعدك. محتويات هذا الصندوق أثمن من حياتك أنت وحياة جميع أفراد عائلتك، هل تفهم هذا؟ نعم أنسة ثورن. انتبه، وضعها في الحراسة على تلك العربة. أنسة ثورن، هناك بعض المعاملات للسيد ستارك، هل تفضلت من هنا؟ لا بأس، ولكن أسرع. أيا كان ما تسعى إليه فهو في الصندوق. هناك مسلحون فوق الأسطح، هل بإمكانك أن تتخلص منهم؟ كنت أتطلع لتحد. هل عثرت عليه؟ في الواقع ها هو ذا. من الأفضل أن أنصرف. ماذا فعلت؟ بالكامل هذا وقت الأسئلة. واو، هيا. هل لا تقود بحذر أكبر؟ إنك تعرض المستندات للتلف. أوه، المستندات المسكينة، لعلك تفضلين أن أتوقف هنا. ليس لدي المزيد من الذخيرة.
لعلك لم تجد قطعة كيس في عدن، فهذه المادة لا تقدر بثمن. انظري، مكتوب هنا أن الأساسنز وجدوا كفنا. يفترض بكفن عدن أن يشفي حتى أعمق الجروح. لو كان الأساسنز قد عثروا عليه كان أبي سيعرف. لابد أننا أغفلنا شيئا. شيء نراه نحن فقط. تبدو كأنها إرشادات. هل رافقتني؟ أنا لا أجيد العمل الميداني. وجدنا دليلا يقود إلى أحد آثار السلف، أترغب في تتبعه؟ إن كان كذلك فلن أقدر على الرفض. قرصان أحد أسياد الأساسنز وقرصان. أحد أسياد الأساسنز وقرصان. نعم. قل لي ماذا تعرف عن كفن عدن؟ يقال إنه يشفي المرضى، والأسطورة الشائعة تقول إنه يحيي الموتى، ولكن سجلات الأساسنز تنفي ذلك. لم أسمع بوجود تلك الأكفان في لندن. أتعتقد حقا أن إدوارد كينوي قد وجد أحدها؟ كان كثير الأسفار، لذا لا أستبعد ذلك. إن كان قد فعل فلابد أنه أبقى الأمر سرا. إن كان ذلك صحيحا فيا له من اكتشاف مذهل. بالفعل إنني متشوقة لمعرفة ذلك. هيا أظن أنك محقة. انظري. سأكون في المكتب، لا أريد أن يزعجني أحد إلا إذا كان يحمل خبراً عن المفكرة. هذا يجعل دخول القصر صعباً. أما زلت تنوين الدخول؟ إذا كان معقلاً لفرسان المعبد فسيكون دخوله صعب. لا تقلق، سنبقى بعيدين عن أنظار الآنسة لوسي. أنا أدخل؟ هل بحثت هناك؟ بالطبع. يبدو هذا مثيرا. Thank you.
ما الذي نبحث عنه؟ لست متأكدة بعد. ما الذي لا يراه الفرسان؟ شيء نحن فقط نراه. هذا البيانو جميل. هل تعزف؟ لا، ليتني عرفت. أحب صوت البيانو. وأنت؟ قليلا، لأبدو كأنسة رقيقة إن احتجت لذلك. أن أستمع لعزفك إن سنحت الفرصة. كان أدوارد كينوي قرصانا. أين يخفي القرصان كنزه؟ لو مكانه لأخفيته في المكتبة. ستكون المكتبة هي الكنز.
بالحذر عرض الحائط؟ من الواضح أن كينوي كان محباً للإبهار. تاريخ الأساسنز في لندن، حفر مسامير، خزائن مخفية، مفتاح مخفي. هذه هي. تقول أنك سمعت موسيقى؟ لم تكن هذه الفتحة هنا من قبل. إنها الدور لا يستطيع أن يرى ذلك. ساعدني لمنع انطلاقها. يجب أن نجد طريقا للخروج. كاملة مليئة بتاريخ الأساسنز تترك لعالم النسيان. علينا أن نجد كنزا أفضل أو أن نأخذ هذا لاحقا. علينا. ظننت أنك لا تحب العمل الميداني. أنا كنت أقصدك أنت وشقيقك. Thank you.
ربما سيتغير موقفك ان اتيت انا الى لابد أنه قريب، أليس كذلك؟ هنا. تحركوا وإلا جعلتكم تتحركون. الآن لعينة.
I've got a wife and 6 kids. Spare me, please. If not for me, for them. من تظن نفسك؟ أصبحنا أصدقاء الآن، أليس كذلك؟ من تظن نفسك؟ أبعد يديك عني. النجدة، أيتها الشرطة. هذا يكفي. هل تهاجم كل المدنيين الأبرياء وأنت تتجول؟ أبرياء؟ لم أكن لأكون هنا لو كنت بريئاً. لا ضرر في سباق صغير، لكن هناك ضرر في قتل منافسيك. What was that? I think I heard something. I wonder what's going on. ابقى بعيدا عن أموري الشخصية. النقص.
فلنعمل معك.
هل هناك شيء مهم؟ لحظة اطلب. انتظر هنا. مفيدة. إنه في عداد الأموات الآن. هاجموا جميعا.